أهلا بكم من جديد. قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق حادث الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان، وشددت الخارجية على إدانة مصر لأي أعمال تستهدف أمن وسلامة الممرات البحرية في منطقة الخليج دون أن توجه أي اتهام لإيران أو لأي طرف محدد. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. استيقظ العالم على تصعيد آخر في الخليج العربي، هذه المرة أكبر وأعنف من الحوادث السابقة، حيث تم استهداف ناقلتي نفط قرب السواحل الإيرانية لتندلع بهما الحرائق ويتم إجلاء طواقمها. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم يتم التأكد حتى الساعة من كيفية استهداف الناقلات الضخمة، حيث تحدثت الأنباء الأولية عن توربيدات أو ألغام وسط غموض كبير وإعلان إيران أن الحادثة مؤامرة ضدها لإشعال المنطقة. الخارجية المصرية أدانت الحادثة بعبارات عامة لا تتهم إيران بشكل صريح، واكتفت بذكر أن مصر تراقب الموقف في انتظار نتيجة التحقيق. يأتي ذلك بعد يوم من استهداف مطار أبها بالسعودية بصاروخ من قبل الحوثيين أصاب العشرات من المدنيين، وهو الهجوم الذي أدانته الخارجية المصرية أيضا ووصفته بأنه يمثل خرقا للأعراف الدولية. وكان قد سبق لمصر أن نددت باعتداءات ميناء الفجيرة أثناء مشاركة الرئيس السيسي في قمم مكة الثلاث، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مصر ما زالت ملتزمة بالخط المحافظ في علاقتها مع إيران، حيث حرصت على عدم اتهامها بشكل صريح في أي من تلك الحوادث. تاريخيا اتخذت العلاقات المصرية الإيرانية خطا مختلفا عن علاقة جيرانها الخليجيين، فرغم فتورها إلا أنها حافظت على قنوات تواصل وعلى ألا تتحول لعداء صريح، وهو ما ظهر جليا مؤخرا مع قرار القاهرة غير المعلن رسميا بالانسحاب من الجهود الأمريكية لتشكيل ما يسمى إعلاميا بالنيتو العربي مع حلفائها في المنطقة. حرب اليمن ملف آخر يختلف فيه الموقف المصري مع محور أبوظبي الرياض، فمصر التي أعلنت مشاركتها في عاصفة الحزم عام 2015 لم تتجاوز مشاركتها إرسال بعض قطع البحرية لتأمين باب المندب دون إرسال أي قوات برية إلى أرض اليمن. ورغم أن لمصر سابقة تاريخية بتدخل عسكري بحرب الخليج، إلا أن مراقبين لا يتوقعون تدخلا عسكريا مباشرا لمصر ضد إيران في حال اندلاع المواجهة التي من الممكن أن تكون أحداث اليوم أولى فصولها. ينضم إلينا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي، وينضم إلينا من الكويت عيد الفضلي الكاتب السياسي. أهلا بكم معايا، شرفتوني. وأبدأ معاك عبد الرحمن، ويعني النهاردة بنشوف بيان الخارجية المصرية بعد حادث الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان، بيان يعني هل أنت شايف أنه هو بيان مختلف عن البيانات السابقة، ولا من قراءتنا للبيانات السابقة اللهجة فيه مش غير جديدة وكانت متوقعة؟ لا، هي لهجة غير جديدة وهي لهجة متوقعة، نظرا لأن حوادث التفجيرات النفط يعني بجملة من الأسباب منها أن حوادث تفجيرات ناقلات النفط سواء الشهر الماضي أو هذا الشهر الحالي لا يوجد دولة كبرى تريد أن تعلن عن متبني رئيس لهذه الحوادث. نحن رأينا أنه جميع التحقيقات التي خرجت عن استهداف الناقلات في مايو الماضي كانت كلها فضفاضة وتتحدث عن دولة ذات إمكانيات وعن ضفادع بشرية وعن توربيدات، لكن لا يوجد تسمية، ومن ثم مصر لا تريد أن تتورط في شيء ضبابي لمجرد مغازلة الخليج. مصر لديها موقف واضح جدا من التعامل مع إيران، مصر لا تتعامل مع إيران بوصفها حليف لكنها لا تعاديها، ومن ثم يعني مصر عاقلة جدا أو يعني متزنة جدا في التعامل مع إيران، لأنها تعلم أنها دولة قوية جدا، وهي تعلم أن الخليج الآن ليس بقوة الخليج سابقا. الخليج الآن هو مشتعل داخليا وهناك صراعات وتجاذبات كبيرة فيه. نعم، مصر كانت إحدى الدول التي ساهمت في مسألة أو شاركت في فكرة حصار قطر، لكنها في نهاية اليوم هي تعلم أن السعودية هي ليست سعودية عبد الله بن عبد العزيز أو سابقا، بل هي سعودية محمد بن سلمان التي هي غير مستقرة تماما، وهي
تخرج من كوبا إلى كبوة أخرى. ومن ثم نحن لدينا 3 أسباب رئيسية تمنع مصر أن تتخذ بيانا أكثر تصعيدا أو حتى أكثر خشونة أو قوة من هذا البيان. إما ضبابية المتهمين أو الفاعلين والتي يتحدث الجميع عنهم بشكل ضبابي دون أن يسميهم، ومصر ليست طرفا فاعلا ومن ثم ليس لها أن تتورط في شيء لا يريد الآخرون تسمية الجاني فيه. ثانيا هي موقفها الرئيسي من إيران تاريخيا وحتى إقليميا حتى فترة قريبة، وهي فكرة عدم التحالف لكن مع عدم العدالة. سيما أن مصر لديها يعني تفاهم مشترك أو يعني رؤية مشتركة فيما يجري في سوريا، ورأينا مصر كيف تعاملت مع مجلس الأمن أو كيف تعاملت مع مسألة التدخل الروسي الذي تؤيده إيران في سوريا. الأمر الثالث هو أن مصر يعني تنظر إلى الخليج بوصفه يعني الحليف الذي لا نستطيع أن نقول أنه الحليف غير العاقل، يعني هو حليف ضروري لأسباب اقتصادية أو لتقاربات إقليمية، لكن هي تعلم تماما أن الخليج وفي القلب منه السعودية هي ليست حليفا عاقل ولا يستطيع أن يأمن النظام المصري ردة فعل. ونحن رأينا كيف أن السعودية تورطت في حرب في اليمن يعني قضت على أخضر ويابس كثيرا. من ثم مصر أعتقد أنها أعقل من أن تتورط في مغامرات سعودية أو خليجية بسبب بعض التصعيدات أو التوترات بين إيران والسعودية. أستاذ عيد، يعني بيانات الخارجية المصرية بما فيها البيان الأخير اللي قرأناه اليوم بعد الهجوم على نقلتي النفط في خليج عمان تعتبر متوازنة، بتتكلم في مواقف عامة، إدانة للاعتداءات، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الخليج وإلى آخره، لكن لم توجه في النهاية أي اتهام مباشر إلى إيران أو لغير إيران. إيه قراءتك للمشهد ده يا فندم؟ حقيقة قراءتي للمشهد الحالي هو يعني الدولة العميقة في مصر وكذلك المجلس العسكري لهم دور في كبح جماح التصريحات المتسرعة والحادة التي قد يتخذها الرئيس السيسي أحيانا. اليوم دول الخليج ينظرون، وخصوصا السعودية والإمارات ينظرون إلى موقف مصر وكأنهم يطالبون السيسي بالكلمة التي قال أمن الخليج من أمن مصر ونحن مسافة السكة. السكة هذه لم تأتي منذ 5 سنوات، وهذا بسبب كبح جماح هذه التصريحات من الدولة العميقة في مصر. وزارة الخارجية في مصر وزارة متزنة، فلذلك جاء البيان روتيني لم يحدد يعني ما هو القادم، ما هي الإجراءات التي سيتخذها الرئيس، هل سيبعث قوات بحرية إلى الخليج لمساندة من يتحالف معهم؟ كلا يا سيدتي، هناك توازن في البيان المصري وهناك كبح جماح لأي تهور في المنطقة، وهذا التهور سينعكس حتما على مصر. فلو حدث شيء في الخليج أكثر من يتضرر اقتصاديا هي جمهورية مصر العربية. نعم. طيب تاريخيا استاذ عيد، ان مصر ارسلت بالفعل الجيش الى الكويت في الحرب الخليج الثانيه تحت مظله دوليه، لكن بالمقابل رفضت ارسال اي قوات الى اليمن او سوريا، فايه المتوقع، ايه الموقف في حاله ما، ايه اللي حضرتك بتتوقعه في حاله ما لو حصل لا قدر الله اي شيء بالخليج الان، هيكون ايه موقف مصر؟ إبان الغزو العراقي للكويت مصر بعثت جيش من ضمن تحالف 33 دولة، وهذا تحالف دولي لم يسبق أن تشكل هذا التحالف. الآن الوضع غير، ومصر تعرف اليمن أيام جمال عبد الناصر، وعندما حدثت حرب اليمن كان هناك خسائر عديدة للجيش المصري. فالذهاب إلى حرب اليمن مثلا لست نزهة. الحرب في الخليج مع إيران أعتى وأمر. إيران دولة تعمل منذ أن توقفت الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 إلى اليوم على تطوير منظومتها العسكرية وعلى وضع استراتيجيات في الصواريخ البلستية وصولا إلى المفاعل النووي في إيران. فلذلك الوضع في إيران، المعركة ستختلف كثيرا، وتختلف أيضا عن معركة 2003
عندما حدثت الحرب بين الأمريكان ونظام صدام حسين في العراق. لذلك مصر دولة رزينة ذات سياسة عميقة تعرف أن هذه الأمور عندها تقدير موقف، فوضع إيران يختلف كليا، فلذلك مصر لن تتسرع بإرسال جيوش أو كذلك قوات بحرية إلى المنطقة حاليا. ومثل ما نقول يعني خلينا نتكلم على المفتوح، حاليا المنطقة على كف أمريكا. أمريكا هي من تدير، سواء يعني استنفرت القوات أو هدأت الأزمة أو يذهبون إلى التفاوض واتفاق نووي جديد. فلذلك الأمور ليست بيد الخليج وليست بيد مصر، بل بيد السيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتعامل بعدة طرق، طريقة رجل الأعمال وكذلك طريقة الرئيس المرشح للانتخابات القادمة، ويريد الاستفادة من كل الأزمات. وقد رأينا ذلك مبيعات الأسلحة قبل فترة وجيزة، أسلحة بثمانية مليار ومئة مليون دولار، حتى هذه الصفقة يعني ما مرت على الكونغرس، تم استثناءها. فلذلك هم مستفيدون من الأزمة بين مد وجزر، ولن يكون هناك تدخل عسكري حاليا، فلذلك مصر حالها من حال المنطقة. طب عودة مرة أخرى عبد الرحمن، وشفنا سابقا توتر في العلاقات المصرية السعودية لما مصر صوتت بمجلس الأمن في بشأن سوريا على ضد الرغبة السعودية. كلنا فاكرين ونتذكر جيدا توتر العظمة بين مصر والسعودية، ونتذكر وقف إرسال النفط وإلى آخره. هل متوقع أن ممكن أن ده المشهد ده يتكرر مرة أخرى في حال تباين المواقف ضد إيران؟ وفي طبيعة الحال السعودية ترغب في أن تمارس كافة الضغوط على كل من تعتبرهم حلفائها لاتخاذ موقف جدي أو جذري ضد إيران، لكن أعتقد أنه كما تفضل ضيفك المسألة مع إيران هي أكبر من السعودية. لذلك حتى هناك بعض التكهنات وبعض التحليلات تتحدث عن أن يعني أيادي سعودية أو إماراتية هي من تورطت في تفجير نقلات النفط الأخيرة، ولا سيما أنها مملوكة لليابان الذي كان رئيس حكومتها في زيارة إلى مرشد الثورة الإيرانية. وبالتالي السعودية ترغب في إحداث نوع من أنواع الضغوط، سواء كانت ضغوط ناعمة أو ضغوط خشنة، لكن أعتقد أنه كما تفضل ضيفك المسألة كلها في يد أمريكا بشكل رئيسي. وبالعودة إلى فكرة حلب الخليج، مصر لم تشارك إلا في مظلة دولية، مصر لم تشارك منذ انتهاء حرب أكتوبر في أي عمل خشن سواء دبلوماسي أو عسكري أو سياسي إلا في وجود مظلة دولية كبيرة واسعة. حتى في أثناء حرب العراق رفضت مصر أن تتورط، لأن المسألة لم تكن تأخذ هذا الطابع الدولي، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا فقط، ولم يكن هناك هذا التحالف الواسع الذي أشار إليه ضيفك. ومن ثم السعودية ستحاول أن تمارس ضغوط، لكن في هذه الحالة أو في هذه المرة لا يمكن أن تمارس ضغوط بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب أن تجد مصر في وضع مضغوط جدا إذا كانت تقود هذا التحالف أو تقود المعركة أو النقاش أو التوترات في منطقة الخليج. لذلك ستمارس السعودية ضغوط، لكن لا أعتقد أنها ستصل إلى قطع إمدادات النفط مثلما حدث سابقا، ولا سيما أن السعودية كما أشرت في البداية هي الآن ليست في وضع مستقر وليست في وضع قوي، هي اقتصاديا حتى. إحنا كنا اتكلمنا في أكثر من مرة قبل كده عن قناعة الراسخة لدى القوات المسلحة في عمليات إرسال الجيش المصري لخارج الحدود المصرية، وقلنا أن إزاي أن دي ليها محددات كتير، وأن في قناعة أن ده مش من رغبة القوات المسلحة. هل الحلفاء مصر مدركين هذه القناعة ومدركين هذه الفكرة، ولا يتوقعوا أكثر من القوات المسلحة المصرية؟ لا، هم مدركين جدا، لكنهم يراهنون على مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى هي فكرة المساعدات الاقتصادية التي يقدمونها إلى مصر من وقت لآخر، ومصر أثبتت في الأزمة السابقة التي أشرت إليها أنها أقوى من أن تبتز فيما يتعلق بإرسال جنود أو قوات برية خارج حدودها. هذا أمر كبير، وهذا أمر أعتقد أنه أكبر من عبد الفتاح السيسي نفسه حتى إذا أراد، وإن كنت أشك أنه يريد هذا. هذه
واحدة. الأمر الثاني هم يراهنون على فكرة ثقة لمصر السياسي، يعني بغض النظر عن الوضع الاقتصادي لمصر الآن أو الوضع السياسي أو رأينا في النظام الحالي، لكن مصر نفسها كدولة تاريخيا وجغرافيا هي دولة ثقيلة، فإذا لم تأخذ منها جنودا للقتال البري أو ما إلى ذلك، فيعني كسب موقف سياسي من مصر هو أمر كبير، كسب موقف ثقافي من مصر هو موقف كبير، كسب انحياز سياسي هو أمر كبير. مصر دولة كبيرة بغض النظر، يعني تتقزم أحيانا، تتراجع أحيانا، تمتد أحيانا، لكنها في نهاية الأمر دولة تاريخيا وسكانيا وثقافيا دولة محورية لا يمكن لأحد أن يتجاوزها في المنطقة. فهناك محاولة يعني للضغط لأخذ أكبر المكاسب من مصر، إن لم تكن عسكرية 100% فعند الحد الأدنى تكون سياسية أو ثقافية أو حتى قوة مصر الناعمة فيما يتعلق بين قوسين البعد الطائفي الذي أيضا مصر ترفض أن تتورط فيما يتعلق بمسألة التسنن والتشيع. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن سيكون هناك ضغوط، لكن لا يمكن لأحد أن يجبر مصر أن ترسل جنود خارج هذا خط أحمر للعقيدة العسكرية المصرية، سواء كان على رأس السلطة محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي، أي ما كان، هذا أمر أكبر من أي رئيس، لأن تكلفتها عالية داخليا واقتصاديا وحتى على مستوى التحالفات السياسية. مصر نعم تلعب يعني لعبة حساسة جدا، مصر تحاول أن تتقارب مع سوريا ولا تخسر ود إيران، وفي نفس الوقت تريد التقارب السعودي الإماراتي والمعاونات الاقتصادية، وتريد أن تحافظ على يعني علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر يعني يشبه السير على الحبال. ولكن مصر لديها من أوراق الضغط أو من أوراق القوة عموما فيما يتعلق بتكوين أو عقيدتها العسكرية بأن تمارس هذه اللعبة، ونتمنى ألا يعني يتورط النظام المصري أو الجيش المصري في أي يعني حرب ليست له ناقة أو جمل، ولا سيما أن الاقتصاد المصري ليس حمل أن يتحمل أي مغامرات عسكرية. طيب عودة مرة أخرى أستاذ عيد، ووكالة رويترز كانت نقلت أن مصر انسحبت من حضور اجتماع التحالف العسكري الأمريكي العربي أو ما يعرف بالناتو العربي، وأن هناك محاولات لإعادتها مرة أخرى لهذا التحالف. يعني كيف تنظر دول الخليج أعضاء التحالف نفسه إلى موقف مصر؟ حقيقة أحب أرجع إلى قبل سنتين من الآن عندما زار الرئيس ترامب الرياض، وكانت هناك قمة إسلامية جمعت 55 دولة تقريبا. تم يعني أحد القرارات التي اتخذت أن يكون هناك تحالف جيش إسلامي لمحاربة الإرهاب. أين هذا الجيش؟ بعد ذلك نرجع إلى أواخر شهر رمضان، هناك ثلاث قمم عقدت في مكة، وهذه القمم إسلامية عربية خليجية، خرجت كل ما خرجت به بيان تنديد على استحياء. فلذلك بعد هذه القمة ماذا رأينا؟ رأينا ضرب مطار أبها، رأينا ضرب الناقلات، يعني حتى القمم التي تعقد أصبحت تأتي بنتائج عكسية. فالضيف الكريم يقول أن دول الخليج وخصوصا السعودية والإمارات يريدون موقف سياسي يعني على الأقل من مصر. الآن الأمة العربية ليس لديها أي موقف سياسي ولا تستطيع أن تغير مجرى الأحداث التي تفرض عليها أمريكيا وغير أمريكيا. فلذلك نحن كعرب المطلوب أن نضع الملفات على الطاولة ونقوم بحلحلة هذه الملفات. الأخوة في المملكة العربية السعودية عليهم إيقاف حرب اليمن والاتجاه إلى طاولة الحوار وإنهاء هذه الحرب التي دخلنا في السنة الخامسة الآن. وكذلك هناك حصار لدولة قطر. ماذا استفاد مثلا المملكة العربية السعودية أو البحرين أو دولة الإمارات؟ الحكم هنا باغي والحكم هنا باغي، والمشاكل السياسية فتتت عض مجلس التعاون الخليجي. وقد قال سمو أمير الكويت: إني أستحلفكم بالله ومن أجل الأجيال القادمة ومن أجل أبنائنا أن نتصالح ونطوي هذه الملفات. الملفات التي حدثت الآن، الخلافات يعني توزع يمينا وشمالا، خلاف مع اليمن، حرب مع اليمن، خلاف مع قطر، شبه حرب حاليا مع إيران.
كذلك هناك خلاف سياسي كبير مع تركيا. كثرة هذه الخلافات تجعل الدول الأخرى تبتعد عنك قليلا وتنظر لك بأنك لا تملك الحصافة السياسية لتغير وتنظم مستقبل المنطقة إلى الأفضل ومستقبل الشعب إلى الأفضل. ولكن حقيقة أتمنى أن يكون هناك من هو عاقل ورشيد ويدعمون الوساطة الكويتية التي قام بها سمو الأمير للخليج، وأن تقوم مصر بدور فعال في مساندة هذه الوساطة. أما البيانات ومسافة السكة وسنزيل النظام وسنجعلكم في الشبك ونحن فخر العرب وهناك قائد العرب، هذه لا تغني ولا تسمن عن جوع، لا تسمن ولا تغني عن جوع. فلذلك أتمنى أن نسير في الإطار السياسي الصحيح لتجنب هذه المنطقة المهمة، حرب شعواء. إيران دولة ليست سهلة، وأنا شخصيا لا أتفق مع سياستها كذلك، ولكن يجب أن يكون عندك تقدير موقف لعدوك الذي أمامك. فالعدو اللي أمامك يعني وصل على مشارف الحصول على السلاح النووي، وأنت تشتري صفقات أسلحة مهولة، ولكن أين الجيوش وأين من يستعملها وأين السيطرة العسكرية وأين القوة والانتصار في الحروب؟ نعم، بنشكرك، كنت معنا من الكويت عيد الفضلي الكاتب السياسي، شرفتنا يا أستاذ عيد. وكنت معنا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي، شرفتنا يا عبد الرحمن.